من ضمن الأسئلة، إيه هو مجال تطبيق الديتا أناليسيس أو تحليل البيانات في مجال الموارد البشرية؟ الحقيقة إنه بيستخدم على مجالات كتيرة جدا. خلونا نشوف إزاي ممكن نستخدمها. طبعا أنتوا عارفين إن الموارد البشرية يعني ليست فقط عملية توظيف، أو ليست فقط عملية إن إحنا بنعين حد أو بنمضي له تأمينات، لا، في حاجات كتيرة جدا جدا توسعت في الوقت الحالي. واحدة من ضمن هذه الأمور هي فكرة إن استخدام علم البيانات. يعني إيه؟ يعني يا ترى عدد الناس اللي مشيت من الشركة قد إيه؟ طب ما دي بيانات مهمة عشان أعرف منها معدل التيرن أوفر أو معدل دوران العمالة عندي. طب معدل نسبة الكفاءات عندي قد ايه؟ طب معدلات كتيرة جدا. تعال نشوف حاجات كتيرة ممكن احنا نستخدمها. اول حاجة، في مؤشرات مهمة جدا بتضبط اداء الموارد البشرية، والديتا اناليسيس او تحليل بيانات عنده اهمية لده. من ضمن الحاجات اللي ممكن نعملها مقياس نسبة قبول عروض التوظيف، وده من ضمن الحاجات اللي بيتم فيها قسمة عدد عروض الوظائف المقبولة على عدد عروض التوظيف الإجمالية، عشان نبقى احنا عارفين استراتيجية الشركة في إدارة المواهب، وده من ضمن الحاجات. قياس كفاءة التدريبات الخارجية، وده من ضمن الحاجات اللي احنا بيتم استخدامها، ان احنا بنعرف الموظفين يا ترى استفادوا بإيه وبانعكاسه ده على الوظائف قد إيه. كذلك الوقت المستهدف في عمليات التوظيف من ضمن الحاجات اللي بيتم ايضا قياسها، والديتا اناليسيس يا ترى الناس بتقدم بسرعه ولا لا. المهم بيستخدموا هذه البيانات. كذلك انك ممكن بتستخدم عندك دوران العماله زي ما احنا قلنا، يا ترى الناس بتمشي، طب ايه الاوقات اللي بيمشوا فيها، طب ايه السنوات، طب ايه الاسباب، كل طب ايه الادارات اللي جوه الشركه اللي بتمشي. كل الحاجات دي ديتا اناليسيس او تحليل البيانات بيستخدمها. طبعا كل هذه الامور من ضمن الحاجات اللي بيستخدمها، لكن كمان بيستخدم الكي بي ايز، تحليل البرفورمانس، بيستخدم حاجات كتيره جدا. وابسط حاجه ان هو بيفتح شيت الاكسل وبيظبط الريشيو بتاع المرتبات والحاجات دي كلها. فخلي بالك هو قسم مهم وبيستخدم على نطاق واسع في مجال الموارد البشريه. اتمنى اكون وضحت لك الصوره. لكن من المهم جدا قبل ما نقول اي حاجه، ان مهم ان يدخل مجال الموارد البشريه وفي مجال الداتا اناليسيس وتحليل البيانات يكون فعليا حابب المجال ده، عشان يبقى فعليا حبه ومدركه باكتر قدر ممكن. بالتوفيق ان شاء الله.